السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتوقع انه انزل لكم مقطع ردة فعل على لقطات ببجي موبايل، يعني حتى الكلمة هيك غريب، ببجي موبايل. تابع شو ضارك؟ مش راح نلعب، يعني انت راح تشوف لقطات، بدنا نشوف مستوى صناع المحتوى تبعهم ببجي موبايل على التيك توك، ونشوف لقطاتهم، نشوف هل هو كلها راح تكون لقطات ولا راح يكون في ميمز واشياء بتضحك. فلو انت ما بتلعب ببجي فتابع الفيديو، اعطيه فرصة. لو انت بتلعبها تلعب ببجي في ام 4 ثلجي عندي، راح نطوره، اشترك عشان تشوف. طيب اسمع، بدناش اغاني من اوليتها يعني، كوبي رايت. كيف هذا دخلوا عليه ثلاث شالهم مخزن؟ اوف، بعدين لاعب سعودي الرابع اوكي رش. اوف عملوا حالهم ريفايف ولا هات سكواد تاني. لعبتي ببجي وانت زعلانه؟ يعني ايش يعني لعيبه يعني؟ ما شاء الله من فريق يا جماعة. طبعا هذا اللاعب صنفته شركة ببجي موبايل كأفضل لاعب بالعالم من خلال إنجازاته الإعجازية. ما شاء الله. عشان هيك لسه ببجي منتشرة. أول مرة أسمع صوته، أول مرة أشوف شكله. أنا بس كنت أسمع صوته ما بعرف. وير يور ميدو. كان يطالع الفيديوهات بس بالصوت أول مرة بشوفه. ما شاء الله كيوت. لاقي واحد نفرات مكبر هنا. هذا عربي ولا هندي اللي بيشرح؟ بعدين هو في دمج أنا، وبعدين أنا دمجت أعطيته نوك، بعدين بور فنش. بعدين أنا سبايدر مان الإمارة، بعدين أنا ركبت. والله صراحة يدنه دقيقة أشوف الكل. بعدين ما في رد فعل صفر. هنا في يدخل الشباك، بعدين في واحد نفر عنده سيف، بعدين هو حاول. يا عم من أي دولة هذا؟ تتوقع ليبيا. بس هو بيحكي هندي. والله هذا مركز معناته في مش في كل. اوف 240 متر شالو يا ابن اللعيبه. جماعة اكتشفت ان الموضوع صعب مش بهي السهولة، يعني صار لي كم يوم بلعب ببجي بس انه انا كنت لعبها زمان، كنت شوي زي هيك شوي مو كتير، بس لا هذا اوفر صراحة. الايم خرافي صراحة. ما بعرف لما تدخل ببجي مع بنات ضيع طريقه. يا عمي ركز قدامك. هذا بتابعه على اليوتيوب يا اخي، بيتكلم كل اللغات. هو هذا عربي ولا؟ على فكره والله العظيم عملت لقطه زي هاي امبارح لما كنت العب اول امبارح. يا عمي ايه المحتوى ده؟ انترو الغالي اجا بدله اكس الجديده. يا عم هذا قديش دافع بحسابه؟ ايش يا منو الاقوى؟ مود روبوتات 2024، مود جودزيلا 23 لما كان شحن بنزين الديناصور. لا دقيقه هذا جودزيلا، دقيقه هذاك مين العاد؟ تيركس. ايش في لحظه تراك صرت العب ببجي مع ابني. دقيقه هي بتتنمر على ابنها. انا راح اضرب طلقه وانت تضرب طلقه. شوف الكومنتات، هذا ابنك على الحقيقه. ايه انا العب ببجي مع ابوي وعمامي اثنين نازلين عطوه. مش قاعد بحكي لكم عشان هيك اللعبه لسه شغاله. متزعفعل الرعب. استعمل قبضة البعبع. بني 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 بحس رح يلقم. شو رايكم؟ هاي اهلا، ممكن نتعرف؟ لا ممكن. اوف شال اثنين. مخ اذا جيت انام بعد 10 ساعات لعب ببجي. لا لا ما توصل هالدرجة. لا لا هون الجرافيك حلو عنده ما بعرف. هي الحركة بطلوها في ببجي ولا كيف؟ حاولت اعمل هذاك اليوم اللي هو تكبس النط والدروب شوت في نفس الوقت بس مش عم تزبط. كيف تسويها بار ماني مو انشالت؟ اي هي هاي الحركة صح؟ وضع المصدق. والله شكله قديم الفيديو. طب هذا شو صار؟ هنا اول بش عليه ايش راح يصير في الجرنيد؟ ذين انطرشت. اوف يا ليه ملكاش الا الاوم. اضرب اضرب. ايوه يا ابن اللعيبه يلعن ابو اللعبه يا زلمه. يعني تعلم زي هيك، انشال سكوادك اندعست من واحد لا تسب عليه طبل له لانه كان قد هوشعركم. موسيقى الهنود هاي ما مش هتخلص يعني ولا كيف؟ دقيقة هم هذول مع اللي قدام صح؟ بس بشال الحوائي. اوف كرنج. اهلي وش تسوي دايم في الغرفة انا؟ لعب ببجي
معقول هاي الرقصة حقيقية؟ معقول حقيقية؟ خالد طيارة مش هتسبني؟ والله سابك وطيرك كمان، رجعك على اللوبي بعد فيكندي. تخيلوا ما يطلع فيكندي، مش هذا فيكندي الماب؟ اوف والله كان مابي المفضل صراحة. قشعريرة يا اخوان. نيمار بلعب بوبجي الله غير المقطع مش بلعب كوبيرايت، 10 كوبيرايت. ايوه اعطيها موفمنت. ايوه ليه سابه؟ الله طرب حقيقي هاد. معقول 2018 ما حبيتها بس بجرب العب جيم. ترى بلشت العبها انا 2018 برضه. اتوقع هذا الابلكيشن له علاقه بالعلاج النفسي يعني. بيو في رجعت ببجي ولقيت لعبه تعليم الاساسي صارت. والله صارت بس برضه حتى انا ما كنت اعمل هاللقطات. اذا لعبت جيم وانا سهران هاي اللقطات بدون صوت ببساطه. طب شيء الاول يا ابني صاحبك. ايه عليه الغبي هذا مش سهران هذا سكران. الله يشفيك. خلى البنت تفتح مايك من ورا تياسته. شلون اقوى لقطه تحديد لقطه الموسم. ايوه نزل برا زادت برا الماب. يلا اطلع عاد. والله لقطة قوية صراحة. يا ويلي عليها 200,000 لايك يعني قد مشاهدات كود. جماعة بوبجي تابعوني. 39 كيف؟ لحظة لا عيد هسه ليش الأحمر هسه هو فوق. ايش فيه؟ ايوه طبعا هذا مسدسك شركة بوبجي هي مخصصتك اياه. طبعا تم انزل جماعتي كل مسجد الله مبارك فيهم. انت حتى الضرطة مالتك كل مسجد. حتى الضرطة كل مسجد. طبعا هذا مسدسك شركة لا بارك الله بالكتمان. ايش دي يعمل؟ ليش هذا لابسه؟ يا بابجي وين نوصل بالسكنات احنا؟ ايش في؟ طلقة واحدة؟ كيف تختار صح؟ طلقة واحدة في ايدك اثنين، يعني مهما شريت منه اخي شيل واحد واهرب. قاعد بالليل مش طايق نفسي صاحبي تلعب بابجي؟ والله بدون ما اشوفه. جوكر الليبي يلا ها ها هات اديني. ايش هالصوت يا عمي؟ عندك صدى صوت تلعب بوبجي. طب خليه عالج اصبر شوي. معقول رجع؟ لا هسه جد فش قشعريرة. قاعد بامان الله تلعب لودو وفجأة جتك رغبة بوش جاك احساس لذة الاشتباك وامك فنش تذكرت امجادك القديمة ملك وكسكوب والهياط رجح لك حس الشباب وبك حياة تيمك القديم تحديات الطيارة وضحك التيم لحظات ترقب ليه والله العظيم كنت اسهر للصبح لحد ما يبدا الرويال باس. يا الله ايام معدت يا جماعه. عموما شكرا لكم على المشاهده، انا استمتعت صراحه، ان شاء الله ما اكون كثير قريب على الشاشه، حاسس اني ملزق فيكم. انا انبسطت، شو رايكم انزل فيديوهات ببجي؟ اكتبوا لي شو الافكار اللي عندكم وبس كده. ان شاء الله يكون المقطع عجبكم، اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. كود موبايل او ببجي او اي شيء، مع السلامه.